التارجتنج سكيم زي ما كنا بنتكلم هو عمليه الكنترول دي بتتم ازاي؟ ازاي انا بقدر اتحكم في البريشر او الفوليوم او الفلو ريت او الكلام ده كله علشان اقدر اوصل للحد اللي انا عايزه. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في مثالين دلوقتي موجودين. المثال الاولاني مثال السيت بوينت. سيت بوينت معناه الطبيب بيحط فاليوز معينه مثلا للفوليوم، هنا كمثال الفوليوم هو هنا يعني اختار فاليو معينه للفوليوم وبيقيس بعد كده الفوليوم، يبقى هو الفيدباك بتاعه ويعمل هنا فيري سمبل كنترول سايكل، بيقيس بس الحاجه الهواء اللي خارج ويتاكد ان هو نفسه الهواء كميه الهواء اللي مطلوبه، واذا كان في مثلا نقص ولا حاجه بيعلي البريشر شويه زياده عشان يقدر يوصل. فهي مجرد بس كومباريزون وخلاص، ما فيهاش اكتر من كده. ده ابسط نوع الحقيقه، ويمكن يعني الحاجه معظم الاجهزه البسيطه بتشتغل بيه. العيب بتاع السكيم دوت ان لو عندنا في تغير في حاله المريض بيبقى في احتمال ان يبقى في وقت من الاوقات السيتنج اللي الطبيب حطها ما تبقاش مناسبه للمريض، بيحتاج متابعه كل شويه عشان نتاكد ان نفس الاختيار اللي الطبيب اختاره في الاول لسه ستيل فاليد. الاجهزه الحديثه بيدخل فيها شويه اكسبرت سيستمز، بيبقى فيها شويه ارتفيشال انتليجنس، بياخد هو كل البارامترز بتاعت البيشنت وبيحاول منها يديتيرمن البيشنت محتاج ايه، وعن طريق الحاجه اللي البيشنت يعني حاله البيشنت نفسها هو بيختار اوتوماتيكلي النوع بتاع الفنتيليشن المناسب ليه. طبعا ده بيبقى ادفانس شويه، وطبعا بيبقى محتاج بعض الاكسترنال بارامترز مثلا زي الان تايدر سي او 2 مثلا، بيحتاج يقيس بعض الحاجات اللي هي يعني يعتبر اكسترنال بارامترز عن الهواء اللي احنا بنبعته للمريض، وبيحتاج طبعا يبقى فيه طبعا تجارب كتير عشان نقدر نعرف بالظبط انهي مود ممكن يكون مناسب للبيشنت. فالحقيقه طبعا ممكن يبقى ادفانس شويه، ويعني في بعض الاحيان ممكن يبقى حاجه زي كده تفرق، وفي بعض الاحيان الحقيقه ممكن ما تبقاش يعني ممكن يبقى في بعض الريسك طبعا ان الماشين تختار حاجه ممكن ما تكونش مناسبه للمريض. فهي الحقيقه بالنسبه للتارجت سكيم في انواع كتيره الحقيقه. في بعض الانواع بتاخد السيت فاليو مثلا وتحاول تعمل اوبتيمال كنترول علشان تحاول تحسن ان هي توصل للست بوينت دي بشكل اسرع. في بعض الناس بتعمل بقى الحاجات اللي هي يعني حاجات تطور بين الحاجات البيسك يعني كومباريزن بيز كنترول عن الحاجات اللي فيها ارتفيشال انتليجنس، حاجات ممكن تبقى في النص بقى ليفلز كتيره مختلفه. ودي طبعا ممكن تديفاين نوع المود نفسه عن طريق نوع التارجت سكيم المستعمل.